احنا عيله متكامله جامدين واسطوره. اكتب ايه بيجي من شوف مين يطلع لك في الصوره. بدانا من الصفر عملنا جيل بعد جيل جبنا ال 100,000 وعدينا المستحيل. ايوه احنا عيلة روبلوكس ومراتي جنبي. احنا بقالنا سنين كتير قوي في مدينة بروك هافن ومحملين على موبايلاتنا كلها لعبة روبلوكس، غير ان احنا كمان اشترينا تيشيرتات مخصصة للعبة روبلوكس بسبب حبنا فيها. حبيبي بس ناقص حاجة. حاجة؟ ايه اللي ناقصنا؟ انت مش شايفه الكاب اللي انا لابسه عامل ازاي؟ بصراحه ده احلى كاب لبسته في حياتي. احنا ناقصنا طفل جميل كده. طفل جميل؟ تصدقي ممكن، ولكن يعني الطفل ده هيجي يعني يعمل ايه؟ يا حبيبي الطفل ده نلعب معاه شويه، ممكن مثلا نخليه يلعب معانا روبلوكس. اما تصدقي فكره حلوه بصحيح، انا معاكي، بس لحظه منين نجيب الطفل ده؟ اكيد طبعا مش هكون انا اللي مقترح الموضوع عليك وهكون مش عارفه نجيب الطفل منين. تعال ورايا. آه ليلة جميلة من ليالي التبني الجديدة، أطفال كل يوم بتجيلي وبصراحة أنا مش عارف الأطفال دي هتخلص إمتى. بصراحة بدأت أزهق من الشغلانة دي وبدأت أمل جدا. بصراحة عائلات كتير أوي بدأت تاخد من عندي أطفال والموضوع ابتدى يبقى رخم أوي، لأن الأطفال دي بتعمل لي بعد كده مشاكل. يلا ربنا يسترها في اللي جاي بقى. يا ماما أنا زهقت بقى، زهقت من العيشة دي، أنا لوحدي ومليش أصحاب. نفسي في يوم من الايام يبقى ليا صاحب كده زي الناس كلها. كل شويه ابص في الشارع وانا في مكان التبني ده، ابص كده الاقي اتنين ماشيين مع بعضيهم. نفسي يبقى ليا صاحب كده. طب انا مش عايز صاحب، انا على الاقل عايز عيله. ايه ده، هو فين الولد الاحمر ده؟ انت يا ولد يا احمر، يا ولد يا احمر، انت رحت فين؟ اكون فين يا عمو، انا زي كل مره قاعد هنا على الارض ومفيش حد عايز يجي ياخدني ولا يصاحبني. ايه ده، ايه يا حبيبي انت ليه قاعد هنا؟ تعالى تعالى ما تزعلش، تعالى ما اقول لك حاجه. اقول لك ايه يا حبيبي، تعالى 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 لعبك حليب يا لبن. تعالى. ايه ده يا عمو انت تافه كده ليه؟ انا قلت عايز صحاب مش عايز مجانين. اعمل لك ايه بقى، انت بصراحه هتحيرني. تعالى تعالى حليب يا لبن. يا عمو خلاص بقى، يا عمو نزلت بقى، نزلني. او شوف بقى يا حبيبي انا مش هنزلك الا لما تقول لي خلاص. خلاص طيب خلاص. او مش هنزلك برضك، تعال ناخد لفه. يلا لفه. طيب سؤال يا عمو، هو انت ليه مسمين الولد الاحمر؟ والله شوف يا حبيبي، انت الولد الوحيد اللي جيت عندي وكنت باللون الاحمر. بصراحه هي حاجه غريبه شويه عليا، عشان كده انت مميز عن الاطفال الباقيه اللي جات لي في مركز التبني. ماشي يا عمو ماشي. ايه يا حبيبتي، هو ده المكان اللي انت قلتيلي عليه؟ هو ده اللي المفروض هناخد منه الطفل؟ ايوه يا حبيبي، هو ده المكان اللي فعلا هناخد منه الطفل. ايه ده، يا مرحب يا مرحب بالعيله، اهلا بيكم اهلا بيكم، طلبكم هتلاقوه عندنا ولو مش عندنا وهجيبه لكم. الله، شايف يا حبيبي الراجل ذوق ازاي؟ ايه ده، انت مش شايفه بيتكلم ازاي؟ ايه اللي ذوق ده؟ ده بيتكلم بطريقه غريبه قوي، ولكنه بيبيع قوطه. لا لا لا، بقول لك ايه، احترم نفسك كده واعدل كلامك. المهم دلوقتي احنا عايزين طفل كده يكون جميل يليق بعيلتنا، عيلة روبلوكس. ايه الجمال والحلاوة دي، مفيش اسهل من طلبكم. انتوا واضح كده ان انتوا عيلة جميلة وهادية ومش هتعملوا لي مشاكل. طيب كويس جدا، الولد فين؟ حالا حالا هناديلكم عليه. يا ولد يا احمر تعالى. احمر؟ احمر ايه؟ يا ماما يا ماما. ايه ده، هو الصوت ده طالع منين لو سمحت؟ بص تحتيك على الارض وانت هتعرف. الحق يا حبيبي الولد الصغير اهو. ايه ده بجد؟ وسعه وسعه شوفه. يا نهار ابيض، الولد صغير قوي فعلا. هو في ايه؟ مش انتوا جايين تتبنوا طفل ولا انتوا جايين تتبنوا يعني شخص كبير زيكم؟ انا مش فاهم حاجه، انتوا بتتنمروا عليا من اولها. مش جاي معاكوا بقى. لا لا يا حبيبي احنا ما نقصدش، احنا بس ما كناش شايفينك في الاول. يبقى عشان انا بقى قصير وكمان اتنمروا بقى كمان على صوتي صح؟ يلا يلا، ما هو ده اللي ناقص. لا يا حبيبي احنا عمرنا ما نتنمر عليك، انت من هنا ورايح ابننا. ايه ده بجد؟ انا ابنكم؟ طب خلاص شيلوني بقى ما دام انا ابنكم. يلا بقى.
ايه ده الواد ده باين عليه مجنون ولا ايه؟ تعالى يا حبيبي انا هشيلك دلوقتي. ايه يا ست انت واي حد يقول لك شيليني هتشيليه كده عادي؟ في ايه ده لسه ما بقاش ابننا حتى. لا ده باين عليه طفل كيوت قوي وغلبان. بقول لك ايه انا هروح بيه دلوقتي. ايه ده هي روحت بيه ليه؟ انت يا بنت انت تعالي. اثبت عندك انت رايح على فين؟ في حاجه اسمها فلوس تعال ادفعها. فلوس دي ما قالتليش على كده خالص. يا نهار ابيض انا لازم اعد في الفلوس اللي معايا. يا لهوي الفلوس باين عليها تخلص. دي ما قالتليش خالص ان احنا ناخد الولد بفلوس. انا قلت عادي يعني واد غلبان وهنربيه في الشارع. لكن فلوس هي وصلت لفلوس؟ انا اصلا مش معايا فلوس كفايه. اما اشوف هي بتعمل ايه جوه. ايه ده هي بتعمل معاه ايه؟ يلا يا حبيبي انا هغذيك دلوقتي. يلا من اللي هياكل التفاحه الحلوه دي؟ ما هو اكيد انا يعني ما فيش غيري اصلا في البيت. شطور هاكل هنا بقى. ايه ده عملت ام رخمه صحيح. انا همشي انا همشي من البيت ده انا همشي بقى. ايه يا ابني انت مش تحاسب انت مش شايف كمان؟ ومال عينيك باين عليك اعمى. شفتي اشترينا ولد اعمى؟ تعرف ان انا دفعت فلوس؟ عادي يا حبيبي ما تدفع فلوس مش دي مهمتك ولا ايه؟ مش انت راجل؟ ايوه انا راجل وادفع فلوس بس برضك يعني مش كل ده يعني اللي يخلينا ندفع 1000 جنيه عشان ولد زي ده اصلا ما نعرفوش. ايه ده هو انت كمان مستخسر الفلوس فيا؟ ايه ده هو الواد ده غريب قوي كده ليه؟ يا عم انت مالك انت مالك انت؟ انا بتكلم في موضوع مع مراتي انت ايش دخلك؟ شوف انا فاهم كويس اصلا انتوا بتتكلموا عليا وما كنتوش عايزين تجيبوني البيت. انا مش عارف انتوا بتعملوني كده ليه من اول ما شفتوني. لا يا حبيبي احنا بنحبك جدا. ماما بقولك ايه خليكي في التفاحه بتاعتي. بقولك ايه انا النهارده صرفت 1000 جنيه واول مره اعمل كده. انا هطلع انام. يا نهار ابيض انا هطلع انام بقى. أهم الأنباء في مدينة بروك هافن. عيلة روبلوكس امبارح اتبنت طفل والطفل ده من عيلة اسمها أمونج أس. معرفش ازاي بصراحة عيلة روبلوكس تعمل كده ودفعوا في الطفل ده 1000 جنيه بحالهم. بصراحة معرفش ممكن يكون الخبر ده بالنسبة لكم مهم وممكن يكون مش مهم ولكن أنا قلت أطلع أقوله. كان معكم مذيع قناة بروك هافن الإخبارية. نشوفكم في خبر تاني. إيه ده؟ ايه اللي انا سمعته ده من شوية؟ هم عرفوا اللي انا اتبنيت طفل ب1000 جنيه؟ بابا هو الكلام ده عليا ولا ايه؟ يا دي الواد اللي رامي كل شوية ودنه مع اي حاجة بيسمعها. لا يا حبيبي الكلام ده مش عليك خالص. بحسب تمام يا بابا. انا بعد كده لما اجي اتكلم في حاجة او اقعد اتفرج على التلفزيون لازم ابعد عن الواد ده. انا راح اقف هنا. انا بصراحة مش عارف إيه حتى الاخبار عرفت بكده. انا خايف دي تكون فضيحة ليا والناس كلها تعرف فعلا ان اتبنيت الطفل ده. بس في حاجة غريبة قالها المذيع ان الولد ده من عيلة أمونج أس. أمونج أس دي كانت اللعبة اللي انا ما بحبهاش خالص. اللعبة دي كنت بكرهها وكانت كل حاجة فيها ان احنا لازم نموت الناس وانا بصراحة ما بحبش اللعبة اللي زي دي. معرفش فيها شغل تحقيقات وحاجات كده مش كويسة بس بصراحة انا بفضل روبلوكس عنها لان روبلوكس لعبة حلوة وجميلة جدا. بابا هو انت بتتكلم عني؟ يو بقى تاني برضك. طب اعمل ايه؟ طب انا هفتح هنا كده بس انا قفلت كده الواد مش عارف يدخل. انا مش عارف بصراحة هو فعلا الولد ده تبع عيلة أمونج أس؟ انا لازم افحص في الموضوع ده واتأكد من الواد. انا عايز انادي على الواد ده دلوقتي بس مش عارف انادي عليه اقول له ايه. افتكر كده ايوه صح الراجل اللي هناك اللي اتبنينا منه الطفل كان بيقول له معرفش يا واد يا احمر حاجه زي كده. معرفش ليه اكيد عشان لونه احمر. انا هجرب انادي كده. يا واد يا احمر يا واد يا احمر تعالى. نعم يا بابا. نعم ايوه انا كده نجحت. لازم استدرجه واعرف الواد ده من عيلة ايه. بقول لك ايه يا حبيبي هو انت من عيلة ايه؟ انا من عيلة روبلوكس. يوه الواد ده واضح كده اللي هو هيجنني معاه. روبلوكس ايه احنا اللي اتبنيناه؟ بقول لك يا حبيبي لا 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 ركز شويه انت اكيد في حاجه مش عارفها صح؟ انت من عيلة ايه اول حاجه خالص؟ اول حاجه خالص انا بصراحه مش فاكر حاجه. طب بص ركز معايا لو انت جاوبتها هديك باقي الفلوس اللي معايا.
مع اني كده هفلس. عادي عادي، هديك بقى الفلوس اللي معايا. يلا يا حبيبي جاوب. هقول لك انا دلوقتي اهو، ما دام الموضوع فيه فلوس فلازم اقول لك. شوف بقى، انا من عيله اسمها امونج اس، والعيله دي بصراحه علمتني حاجات كتير قوي مش قادر انساها لحد دلوقتي، وهي ان لازم افضل اعمل تحقيقات كتير قوي على البيت او اي بيت اروحه. عامه انا كنت بعمل كده في بيت قرايب بابا وقرايب ماما، كنت بقعد كده ادخل في البيت واشوفهم حاطين ايه في الادراج وحاطين ايه في كل حته، مش بسيب اي حاجه في مكانها لما اعرفها، يعني كده مش بسيب حاجه مستخبيه عني. يا نهار ابيض، ده الواد هو فعلا طلع من عيلة امونج اس، انا مش عارف اعمل ايه. وبيحكي لي كمان عن حاجات مرعبة، عشان كده الواد فعلا قاعد كل ما اجي اقول اي حاجة يدخل نفسه فيها، عايز يعرف اي حاجة. ازاي ده واد عنده 10 سنين ده ولا انت عندك كام سنة يا حبيبي؟ ها واحد اتبناني ومش عارف انا عندي كام سنة. طب مش هقولك. ايه ده، الواد الردود بتاعته غريبة. طب يا ولد احمر، يا ولد يا احمر، طيب انا كنت اديك الفلوس. واضح كده ان الواد ده مش هينزل تاني، انا لازم اتخذ معاه اجراء فورا. هو ليه الراجل ده بيكلمني في الحاجات دي وانا ليه اصلا قلت له حاجة زي كده؟ هم اصلا فاكرين ان انا هدوم معاهم وافضل بقى اعيش معاهم زي باقي العائلات التانية، ولكن لا لا لا، انا مش هعيش معاهم طول الحياة، انا لسه معايا مهمة جامدة قوي اعملها في البيت ده. انا لازم حالا ادور في الدراج اللي قدامي وافتش البيت ده. ايوه ماشي، الدرج ده واضح اللي مفهوش حاجة. طب الدرج ده مفهوش برضك اي حاجة خالص، ايه اللي الدراج الفاضية دي؟ انا عايز بقى حاجات، عايز بقى اي حاجة كده امسكها في ايدي. طب انا اروح على الدراج دي اشوف كده. تمام، ايه الكتاب ده؟ اما اشوفه هم بيقرأوا ايه. بيقرأوا عن ازاي يصمموا مبات في لعبة روبلوكس. واضح كده ان انا فعلا مع عيلة روبلوكس، لان خدت بالي ان ماما وبابا لابسين تيشيرتات روبلوكس، بس ماما دلوقتي ما تعرفش ان انا تبع عيلة امونج اس، بابا بس هو اللي يعرف. انا لازم الحق اعمل اي حاجة قبل ما ماما تعرف. ايه ده، هي فين ماما؟ يا ماما وانت فين؟ نعم يا حبيبي، اتفضل ادخل اتفضل. حاضر يا ماما، انا داخل اهو. ازيك يا ماما، انت وحشاني قوي بجد. والله يا حبيبي وانت كمان. ايه اللي صحاك بدري كده، مش كنت نايم؟ ايوه انا كنت نايم وكده، بس عادي يعني. يا ماما بقول لك ايه، هو انت قاعده على الكمبيوتر بتعملي ايه؟ يعني بطور كام حاجه كده في لعبه روبلوكس، عشان عايزين روبلوكس تبقى احسن لعبه في المدينه. ايه ده، روبلوكس احسن لعبه في المدينه؟ لا، امونج اس هتفضل احسن لعبه في المدينه. انت بتقول حاجه؟ لا مش بقول حاجه. تعرفي انا بحب قوي لعبه روبلوكس جدا، ونفسي اتعلم كده ازاي بتصمموا لعبه روبلوكس. ممكن بما اني دخلت جديد او فرد جديد في العيله عندكم، ممكن تعلموني ازاي بتعملوا الحاجات دي؟ والله يا حبيبي هي صعبه عليك شويه. ماما انا مخي ذكي وبحب قوي افهم في الحاجات اللي زي دي، ممكن بليز علميني بليز. ماشي يا حبيبي، انا هقوم دلوقتي، واقعد انت بقى على الكمبيوتر. يلا 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 اقعد على الكمبيوتر عشان اعلمك. الله يا ماما، شكرا بجد. ازاي بعملها؟ شفت بقى الموضوع سهل ازاي؟ بصراحة يا ماما انا ما كنتش متوقع يبقى كده. بقولك يا ماما، انا هصمم المبات اللي انتوا عايزينها، خلاص بقى مش محتاجة انت تقعد على الكمبيوتر تاني بعد ما انت علمتيني. ايه ده بجد؟ والله انا مش هكون مصدقة اللي بيحصل ده. انت هتزيح حمى عندي كبير قوي، هو ان انا بصنع كل يوم اكتر من 50 مابة. الموضوع فعلا مش سهل خالص. لا يا ماما، من النهاردة عليا انا المبات دي، وما تقلقيش من اي حاجة. طب ماشي، بقولك ايه، اشتغل على المبات كويس عشان بقى ايه اديك الحلوة بتاعتك، وانت باين عليك واد مجتهد. يلا انا همشي انا بقى. يا سلام، اخيرا كده اتعلمت المهنة بتاعتهم وازاي بيعملوا المبات ده. انا هعمل لهم احلى مبات.
أهم الأنباء في مدينة بروك هافن. واضح كده إن إحنا ما عندناش غير لعبة روبلوكس، لأن الموضوع فعلا ابتدى يكبر جدا. وحاجة غريبة عملتها روبلوكس الفترة الأخيرة، أول امبارح نزل أكتر من 20 ماب، والمابات كلها تصميمها غريب قوي، تحسوا إن مش هما اللي عاملين المابات دي. المابات ابتدى يظهر فيها حاجات وحشية جدا، وده بيموت ده، وحاجات بتحصل غريبة، وغير إن الأمان فيها مش عالي زي ما كان موجود زمان. في حاجة في المابات ما بقتش صح، مش عارف بصراحة هو ايه السبب، ولكن احنا سايبين لكم التعليقات في الكومنتات. يا ترى ايه السبب اللي بتخلي لعبة روبلوكس يحصل فيها كده؟ ايه ده؟ هو انا مش عارف اقعد براحتي في البيت ده ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجة. يا نهار ابيض بقى، حتى المذيع بيقول كده. ايه الاخبار اللي انا بسمعها دي؟ احنا شركة روبلوكس عمرنا ما عملنا اي ماب وحشة، ودايما الحماية بتكون 100%. انا لازم اطلع بسرعة اشوف مراتي عملت ايه، لحسن تكون عملت حاجة غلط من غير ما تقصد. يا حبيبتي يا حبيبتي. ايه ده؟ انت ايه اللي موقفك هنا؟ مفيش، مستنيه الولد الاحمر. ايه ده؟ حتى انت عرفت اسم الواد ده؟ المهم هو فين الكمبيوتر؟ انت قافلاه ولا فتحاه؟ لا طبعا انا فتحاه، ولكن عشان المبات اللي بيعملها الولد الاحمر. خلاص ماشي. ايه انت بتقولي؟ ايه مبات مين اللي يعملها الولد الاحمر؟ بصراحه يا حبيبي انا تعبت من شغل المبات، كل شويه اعمل اكتر من 50 ماب في اليوم، فلقيت الولد ده عرض عليا بصراحه ان هو يتعلم مني وهيساعدنا في عمل المبات، وما شاء الله عامل مبات كتير قوي. انت بتهزري؟ عامل مبات كتير قوي ايه؟ ده لسه حالا التلفزيون منزل في الاخبار وبيقولوا علينا كلام سيء جدا. تعرف ان الحمايه بتاعت لعبه روبلوكس قلت بنسبه 40%، واكتريه المبات بقت وحشيه وبقت فيها حاجات غريب قوي، وتقريبا كل المبات اللي اتعملت دي من صنع الولد ده. الواد ده باين عليه عايز يأذينا يا حبيبتي. ايه ده انت بتقول ايه؟ الاخبار تقول عننا كده؟ ازاي يا حبيبي، لعبه روبلوكس ابدا عمر ما حد قال عليها حاجه وحشه. انا لازم ادخل اشوف الولد ده بسرعه. انت يا ابني، ايه ده انت بتعمل ايه؟ هو انت فعلا اللي عملت كده؟ انا مش مصدقه، بجد مش مصدقه. نعم عملت ايه؟ انا قاعد بسمع في الماب اهو، في حاجه؟ هو ايه اللي في حاجه؟ انا لسه جايلي خبر دلوقتي ان التلفزيون بيقول ان في مابات اتعملت مش كويسه، ونسبه الحمايه قلت اكتر من 40%. ينفع كده؟ ماما انا ما عملتش حاجه، اللي انت علمتهوني انا طبقته بس كده مش اكتر. لا انت ما عملتش كده، ان التلفزيون يطلع ويقول الاخبار على الهوا كده ما ينفعش، كده اكيد في حاجه غلط. يا نهار ابيض، انت فعلا يا ماما شاكه فيا للدرجه دي؟ اكيد مش انا، اكيد هاكر كان بيحاول يهكر مبات من اللي انا عملتها. انا اصلا اتعلمت على ايدك يا ماما، هو انت نسيتي؟ لا طبعا ما نسيتش يا حبيبي، بس انت ليه يا ولد عملت كده؟ انا كنت فاكراك فعلا انك هتبقى معانا وهتبقى ولد مطيع وتساعدنا في شغل مبات روبلوكس، ويبقى عندك ولاء للعبه روبلوكس. ماما انا بحب لعبه روبلوكس جدا، ومستحيل ابدا اضرها. ايه ده؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ بتحب لعبة روبلوكس؟ اسكت انت، اخر واحد يتكلم ويقول كده. ايه ده؟ هو انتوا يعني كلكوا عليا وعشان انا ماليش كبير ولا ايه؟ شوف يا حبيبي، احنا جبناك هنا عندنا البيت عشان بس تعمل حاجات اللي احنا عايزينها، مش اللي انت عايزها هي اللي من عيلة امونج اس. ايه؟ انت بتقول ايه يا حبيبي؟ عيلة امونج اس؟ انت اكيد بتهزر. انا نسيت اقولك للاسف، ازاي تعلميه كل الحاجات اللي احنا بنعملها من مبات روبلوكس، من حاجات كتير قوي بنعملها في اللعبه. الناس دي مش عايزه اللعبه دي تنجح ابدا، لان عيله امونج اس دي تعتبر عيله منافسه. يعني انت اتعلمت مني عشان تبوظ اللعبه بتاعتنا؟ حرام عليك يا ولد، ايه اللي انت عملته ده؟ بقولكوا ايه بقى، انتوا يعني هتعملوا فيا ايه يعني بعد كل الكلام ده؟ لا لا مش هنعمل فيك حاجه، هنوديك عند التبني تاني. بس بقولك ايه، خد بقى الطفل ده عندك تاني لان احنا مش محتاجينه. ايه ده؟ يا نهار ابيض، انت جيت لي تاني يا ابني؟ انا اسف ليكوا والله، بس الواد ده عمل لكوا ايه؟ احكولي. هو عارف غلطه كويس، مش محتاج اقول. ها خليه معاك بقى، ولكن هات فلوس اللي انا دفعتها لك. حاضر حاضر، هديك فلوسك. انا اسف جدا ليكوا يا عيله روبلوكس والله، الموضوع مش بايدي، لو كان طفلي كنت اديته بالشبشب. ماشي تمام، انا همشي انا بقى دلوقتي. اما تعالى هنا يا واد. ها قول لي انت عملت ايه مع العيله دي؟ تعالى احكي لي. بقول لك ايه بقى يا عمو، انا متضايق بصراحه، بس مش عايز احكي كتير، مش عارف ليه، انا همشي. ايه ده؟ الواد ده وراءنا وعمل حاجة كبيرة مع العيلة دي، أنا لازم أروح حالا وأفضفض معاه أشوفه عمل إيه.
أنا جيت لك تاني يا ولد يا أحمر. ها قولي أنت عملت إيه مع العيلة؟ صدقني مش هسيبك غير لما تقولي. هقول لك بصراحة، بص بقى، أنا اتعلمت من العيلة دي إزاي بيعملوا لعبة روبلوكس وبيعملوا المابات بتاعتهم، واتعلمتها وبوظتها. عملت أكتر من 20 ماب مش كويسين وفيهم حاجات مخالفة لقوانينهم، وخليت اللعبة تبوظ لدرجة إن التلفزيون بتاع مدينة بروكهافن اتكلم عليهم، أنت متخيل؟ يا نهار أبيض، طفل يعمل كده في شركة روبلوكس؟ أما ضحك بصحيح. يعني أنت برضك بعد ما أنا عملت كل الكلام ده بتقول عليا طفل؟ أما انت طفل قروب بصحيح. بقولك ايه، واضح كده ان انت هتقعد معايا سنتين وتلاتة، لان واضح باللي انت عملته ده مفيش ابدا حد هيتبناك مرة تانية. لا لا، انا عايز اقعد مع عائلات كتير كده واشوفهم واشوف حياتهم. بصراحة الموضوع جميل قوي. اقولك على حاجة يا عمو، انت لو شفت فعلا اللي انا شفته انت هتتمنى تكون طفل. والله دايما الناس العواجيز بيتمنوا انهم يكونوا صغار، ولكن مش دايما يعني، برضك حياة العواجيز جميلة. يعني لو كده تقدر تشيلني حليب يا لبن؟ ايه ده حليب يا لبن اللي انت عرفنا بيها بقى؟ طب تعالى 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 اما اشيلك تعالى. ايه رأيك بقى؟ بقولك ايه بقى، الشغل الاطفال ده انا زهقت انا زهقت، انا هجري منك بقى. بسرعة بسرعة. انت يا ابني انت تعالى تعالى، انا زهقت منك بقى. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ايوه جدع، الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى، اوه اديله اوه يلا ولا